انا شايف ان تركيب فريق الاتحاد مميزه جدا، يعني يمكن كاسماء كجوده اسماء ممكن يكون في لعيبه واخده صيت اكتر في فرق تانية، يعني الاسماء اللي موجوده عند الهلال نتكلم عن سالم الدوسري، سلمان الفرج، ايجالو، كل الاسماء دي واخده صيت اكبر. لما تتكلم على فريق بحجم النصر، لما بتتكلم عن تاليسكا وعن رونالدو، الاسماء دي واخده حجم اكبر. لما تيجي تتكلم على فاعليه في الاداء ولاعيبه مناسبه منظومه اللعب، انا شايف ان فريق الاتحاد عنده شخصيات قويه جدا داخل الملعب. لما نتكلم على الثنائي المصري احمد حجازي او طارق حامد، لعيبه بشخصيه كبيره جدا داخل ارض الميدان. لما نتكلم عن رزاق حمد الله، مهاجم قوي ومميز جدا. لما نتكلم عن المحترفين الاتحاد وتحديد جدا بنتكلم عن رومارينيو وحتى كورنادو، وان كان كورنادو غير موفق النهارده، لعيبه كل لاعب في مركزه بيقدر يقدم اللي الفريق محتاجه. فانا شايف ان فريق الاتحاد كفريق كمنظومه لعب فريق قوي، فريق قوي، وده الاهم. والمنافسات على بطوله الدوري مش محتاجه لعيب او اتنين لعيبه او تلات لعيبه كويسين، على قد ما محتاج ان الفريق نفسه يكون صلب وفريق متماسك وفريق قوي، وده اللي قادر يحققه نونو سانتو مع الاتحاد حتى الان.